الحكومة الكويتية وفي سباقها لمكافحة تفشي كورونا وجدت نفسها بحاجة ماسة لجلب كثير من الأدوية والمعدات الطبية بوقت قصير، كما وجدت نفسها أيضا في سباق مع الزمن لإعادة مواطنيها الذين علقوا في دول انهار نظامها الصحي، وهنا لجأت إلى ناقلها الجوي الوطني ليقوم بالمهمة. نعم، نحن هنا في إحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية التي وصلت للتو من إحدى الدول بعد أن أجلت مئات الأشخاص من الكويت، ويطلعنا المهندس محمد الفضلي على إجراءات السلامة التي يقوم بها هؤلاء الفنيون هنا لسلامة الركاب وأيضا سلامة طاقم الطائرة. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم. طبعا الفريق الفني الخاص بتعقيم الطائرات هو الفريق الهندسي الخاص لدائرة الهندسة في الخطوط الجوية الكويتية. اختصاص هذا الفريق هو فقط تعقيم الطائرات، فريق فني متكامل مدرب. من قبل حتى بداية الأزمة كانت عندنا شغلة روتينية أن يتم تعقيم الطائرات بشكل يومي، لكن مع بداية الأزمة الحالية تم رفع سقف الأمان في الخطوط الجوية الكويتية دائرة الهندسة، وقمنا نقوم في عملية تعقيم الطائرات قبل رحلات الإجلاء أو أي رحلة أخرى، سواء كانت رحلة شحن، سواء كانت رحلات اضطرارية لأخذ المبعدين إلى دولهم. المواد التعقيمية، مواد التعقيم هي المواد المتعارف والموصي بها من شركتي إيرباص وبوينغ، وهي أفضل مواد موجودة حاليا على حسب المعايير الدولية لتعقيم الطائرات وخاصة بتعقيم الطائرات. كما تشاهدون هذه الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الخطوط الجوية الكويتية لسلامة الركاب وسلامة الأطقم الذين يحلقون بهذه الطائرات في أجواء تفشي فيروس كورونا القاتل. سعد العنزي، سكانوز عربية، من داخل إحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية، الكويت.